الولايات المتحدة الأمريكية أستاذ نجم عندها مشكلة ويا التحويلات الرسمية، بس القضية وين؟ القضية إذا هربوا الدولار خارج الأطر الرسمية. أي هسه الولايات المتحدة الأمريكية عندها قدرة على تتبع الدولار، بس مشكلة السوداني وين راح تصير؟ راح تصير انه اذا التفوا المهربين على معايير البنك المركزي، معايير اللي راح يطبقها البنك المركزي، وانا اتصور هذه راح تفجر ازمة سياسية. هم يعني اذا شفنا او اقتنعنا بانه مزاد العملة هو مزاد كان لغرض عملية تراكم اموال لاحزاب وجهات سياسية، فانت تتوقع راح يوافقون يعني وبالنهايه راح يتركون الدولار وراح يتركون واجهاتهم الاقتصاديه ويعزلون بنوكهم وصيرفاتهم؟ هاي ما ممكن تصير. فلذلك انا اتصور راح في لحظه من اللحظات راح تصير مواجهه سياسيه، راح تصير عندنا ازمه سياسيه داخليه، فبالتالي على السوداني ان يتهيأ بالنهايه يضع في حساباته ان بعض الداعمين راح يكونون هم خصوم له، خصوم سياسيين في قادم الأيام. أي التزام باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية أنا أعتقد أنه سيفجر مشاكل ما بين رئيس الحكومة وما بين بعض حلفاء إيران الداعمين للسيد السوداني، لكن لا يمكن أن أقفز على حقيقة يعني أنه بالرغم من الامتثال لمعايير التحويلات أو حتى الإطلاقات الدولارية نحو البنك المركزي العراقي، لكن ستجيد هذه الأطراف. نعم. يعني المهربة للدولار، أنا لا أتحدث عن الحكومة، لا أتحدث عن المؤسسات، وإنما أتحدث عن الأطراف السياسية، هذه ستجيد الالتفاف على هذه الخطوات.